غالباً ما تكون ولادة التوائم حدثاً سعيداً في العائلة، لكن هذا الحدث يتحول في بعض الحالات إلى معضلة يصعب حلها. تاريخ التوائم السيامية يعود إلى أشهر توأم ملتصق في العالم، وهما طفلان صينيان ولدا في مملكة سيام تايلاند حالياً عام 1811. سبب شهرة هذا التوأم أنهما عملا في سيرك في الولايات المتحدة الأمريكية، فأثرا دهشة المشاهدين، وكان يطلق عليهما تسمية التوأم السيامي نظراً لجذورهما. تزوج التوأم الشهير من شقيقتين وأنجبا 22 ولداً. توفي التوأم السيامي الأول عام 1874 أحدهما بعد الآخر بحوالي ساعتين، ودفنا في قبر واحد. الليلة حلقة مميزة رح نستقبل فيها حصريا ولأول مرة على أي شاشة عربية أكبر توأم عربي مفصول على قيد الحياة. هبة وسماح الجيلي ولدوا بجسد واحد بالسودان، تم فصلهم ومعالجتهم بالسعودية، والليلة هن ببيروت ليحتفلوا معنا مباشرة على الهواء ب 17 سنة على عملية كتبت لهم عمر جديد ودخلت سجل الإنجازات الطبية العالمية العربية، وخاصة سجلات المملكة العربية السعودية. وقفة سريعة مع جولة بالبريد. مثل ما بتعرفوا منتلقى رسائلكم عبر أرقام التليفون والفاكس والفيسبوك، وكمان الأهم عبر موقع البرنامج الرسمي على شبكة الإنترنت savinonline.com. اللي حب يشاركنا الليلة بقصته مع زوجته اللي تركت البيت واختفت مع بناتهم الاثنين وأعمارهم 7 سنين و4 سنين. الليلة وبمحاولة يائسة اللي بده يوجه نداء بركة بيساعد على وضع نهاية لمعاناته المستمرة من 4 سنين. أنا تجوزتها هي أكبر مني ب10 سنين، يمكن فرق السن. هلا ساعة تقول لي إنه قالوا لي بكرة بتعشق علي، بكرة بتتركني. بقول لهم بإذن الله يا بيي رح أشوفكم رح نجتمع أنا وإياكم وأمكم، والله يسامحها وما في إنسان إلا ما بيغلط، وبإذن الله رح نعيش عيشة حلوة ونكون مبسوطين برجعتنا لبعضنا. وبتمنى بس تحضروني تقولوا للبابا انه هذا البابا عم يبكي على التلفزيون بدو يلا. سيرة انفتحت الليلة موضوعنا فصل التوائم، ليش بيولدوا بجسدين ملتصقين؟ قديش نسبة الحياة بعد الفصل؟ وهل ممكن يعيشوا من دون عملية إذا أهلهم قرروا يتركوهم سوا؟ هالأسئلة وغيرها الكثير بنطرحها على الأخصائي بطب العائلة الدكتور سامي قواص. أهلا وسهلا فيك كمان مرة دكتور. أول سؤال البديهي دكتور قواص، ليش ممكن يولدوا توائم ملتصقين؟ فعل هلا لما بيكون في لقاح والمني بيوصل للبويضة لمرحلة من أول مراحل مرور هالبويضة اللي عم تنقسم على عدة أقسام إلى 2 4 6 8 عفوا 16، بيوصل لمرحلة بيوم الثامن والتاسع اللي بده يبلش يعمل تمييز. بهالوقت الحساس اللي ببلش يتميز هالكرة الصغيرة هيدي اللي مجموعة خلايا، عم بيحصل خطأ بالتقسيم، وبهالمرحلة هاي بيصير في عنا هالحالة. في عدة أنواع للتوائم الملتصقين، رح نبلش نشوفهم هلا على الشاشة، يعني أبرز 4 أنواع. رح نبلش بالملتصقين بالرأس. نعم. هلا اللي بيكون ملتصق بالرأس طبعا ممكن يكون بس العظم بين بعضهم، ممكن يكون أكثر من هيك، بيكون في صلة بين الدماغ اللي بتكون طبعا قصة صعبة أكثر، لأنه في مشاركة بالدماغ وبالأوعية الدموية. نعم. وهي مش الشائعة الأكثر. هي مش شائعة. لا. نعم. طب النوع الثاني اللي بيكون الملتصق بالجنبين على بالجنب. هلا هدول كمان من النوع اللي بيكون تقريبا 30% ممكن تحصل
هل هدول بيكون عم بيشاركوا الكبد او بيشاركوا الامعاء او بيشاركوا المبولة، ممكن يشاركوا العظم الحوض مثلا. فطبعا اذا بده يجي السؤال الجراحي بده يكون كثير واحد دقيق بالقرار ليعرف اذا ممكن تنجح هالانفصال. هي اصعب عاده او بعد الراس؟ لا بعد في اصعب اللي هو رح يجي بعد شوي مع الحوضين. هو الصدر. خلينا نشوف هلا الملتصق الحوضين اللي عادة بيكونوا في عندهم ذات الأمعاء والأعضاء التناسلية و... صحيح. نعم. هدول طبعا مثل ما مبين هون بيكونوا عندهم نفس الأعضاء التناسلية ونفس المخرج، بيكون ملتصقين بالحوض بهالطريقة. هلا النجاح الجراحي معقول بالنسبة لغيرهم، لأنه بس حدا منهم بده يخسر أعضاء التناسلية. مزبوط، الواحد منهم بده يخسر، الثاني بده يصير ينعمل له عملية جراحية ترميمية. نعم. وملتصق الصدرين قلتن اللي هي الأصعب. الصدرين الأصعب لأنه في قلب مشترك بين بعضهم. غير القلب شو فيه؟ هلا عادة بيكون القلب، هلا بيكون طبعا إذا كان نازل شوي تحت الصدر، لأنه في نوعين اللي بيكون بس صدر، في منهم صدر وبطن، في منهم بطن. فإذا كان كل ما نزلت كل ما بيكون في أعضاء أصعب. بس القلب هو هو صعب، وإذا واحد بده يشيل قلب من جهة بده يخسر الشخص الثاني. في كانون الأول يناير عام 2006 شهد هذا المستشفى في العراق ولادة توأم ملتصق. فرحة والدي الطفلتين تحولت إلى غصة في ظل عدم قدرة الأطباء في بغداد على مساعدة المولودتين بسبب نقص الخبرة في معالجة حالة مماثلة. أخذت مدري كم سنة، قالوا توهم جاي على مقعدهم بس ما عرفوهم، الله عرفت لأنهم بلاستيك. في ظل وضع أمني غير مستقر وحياة يومية متقلبة، أطلقت الأم نداء عبر الإعلام تنشد حلا لتوأمها. يعني سوهم عملي إيشو. خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله سمع نداء الأم المفجوعة وهو في زيارة عمل لماليزيا، فبادر إلى تقديم العون. اتصل بي وسألني إن كنت أشاهد التلفاز، فأجبت بنعم. قال هل بإمكانك أن تساعد جراحيا؟ أجبت نعم، فأمرني وأمر مستشفى الحرس الوطني بتقديم المساعدة للتوأمين. التوأم العراقي تلتصقان في مناطق الصدر والمعدة والحوض، تتشاركان بالأمعاء الغليظة وفتحة الشرج، لكل منهما ساق واحدة، ولا يبشر هذا بالخير لأي منهما. كما ترون فهذا هو الخط الوهمي للفصل، ولكننا نفتقر إلى الأنسجة الجلدية الكافية للطفلتين. قررنا في العملية يوم السبت القادم إن شاء الله. نسبة النجاح زي ما تكلمنا عنها هو 60% إن شاء الله. Tell them that they should expect death as they أعلمتهما بأن يتوقع موت الطفلتين وأن يتوقع الكثير من التعقيدات. 5 4 3 2 1 0. لقد فصلنا الكبد. العائلة راقبت العملية عبر جهاز إرسال من غرفة العمليات. الأمر لم يكن سهلا على الإطلاق. 3 2 1 الحمد لله رب العالمين. تم فصل. رحبوا معي مباشرة على الهواء بهبة وسماح الجيلي، أكبر توأم مفصول على قيد الحياة. أهلا وسهلا فيكم. مين سماح ومين هبة؟ هبة. كيفك يا هبة؟ الحمد لله. سماح وأبو سماح وهبة أستاذ عمر، كيفك؟ أهلا وسهلا فيكم ببيروت. حابين يحتفلوا الليلة ب 17 سنة. عمر رح بلش من عندك. سماح، أنت كنت مثلا ممكن تفكري أنه كنت بتفضلي تبقوا موصولين أو لا؟ لا أكيد نكونوا مصورين أحسن. أحسن تكونوا هيك. ملتصقين صعب، يعني حتى في الحياة ما نحب نتحرك، بيكون صعب الحركة. مفصولين كل واحد يسوي اللي يبغاه. نعم. هبة نفس الشيء، يعني واحد يكون مستقر بالحال أحسن، يقدر يتحرك يروح أي مكان يبغاه. لو كنا ملتصقين يعني حتى طلع من بيتنا كمان نطلعها يكون صعب شديد. نعم. طيب حياتكم هلا كيف؟ يعني انتم اكبر توأم اليوم بالعالم العربي على قيد الحياة، وان شاء الله يعني كل السنوات قدامكم تكون سعيدة وتحققوا كل احلامكم وطموحاتكم. هلا بعد شوي رح اسألكم عنها. تشعروا انه بعدكم موصولين؟ يعني كيف العلاقة بيناتكم؟ تشعروا انه بعدكم موصولين؟ يعني اذا مثلا انت طلع على بالك بالتفكير. بالتفكير. يعني
يعني بيصير في صدف كثيرة يعني هي سوت شيء أنا بعد سويت في نفس الوقت. من دون ما تكونوا عارفين مثل شو مثلا هيك خبرونا عن شيء. كثير أكلت شيء بالسوق يعني. السوق والكلام. كيف مثلا؟ يعني في الأسواق نفترض نجي نشوف بعض اشترينا نلقى بعض نفس الشيء يعني. شري نفس الشيء. طيب وإذا حدا مثلا سخن؟ يعني في مرض أحيانا مو كثير. بس تصير هذه كويسة الثانية تتمرض. مو في نفس الوقت بعدها بوقت. اسمحوا لي أستنم الفرصة أخيرا لأشكر سريعا كل الأشخاص اللي ساعدونا بتحقيق هذه الحلقة وخاصة مكتب العلاقات العامة بمستشفى الحرس الوطني وخاصة الأستاذ فادل مطرفي، وأيضا بدي أشكر الأستاذ نديم مراد مدير عام الدار المحلية للعلاقات العامة بالمملكة على كل مساعدة لإنجاح هذه الحلقة.